اصحك تحكي شي هلا، اصحك. بترجاكي رح بتجيبي اخرتنا يا سمر. ما عاد اتراجع ابدا، بعد شوي رح يعرف كل الحقيقه. سمر يلا اصبحي على خير، نامي بقى. وانتي بخير؟ شو عم يصير مهند؟ أنا فهمان منيح شو اللي عم تحاولي تعمليه. عم بتهددي؟ ما فهمت. مادموزيل، بلا هالألعاب، فتح موضوع الحلقة على السفرة كان غريب كتير. عم تحكي عن حلقات سمر خانو؟ ايه. وبشو ممكن يكون اوحيت بقى؟ برأيك؟ في شي مادموزيل؟ حبيت احكي معك شوي. هداك اليوم هداك اليوم كنت عم فكر بالحديث يلي دار بيناتنا عن مهند وقت قلت لي انك شفته بالبلكون. شغلت لي بالي من يوم ما قلت لي، ومن وقتها انا عم فكر بكلامك. أنا قلت لك غلطت، ما كان في حدا. بس ما تكون عم تخبي شي ما بدك تقوله. ما كانت نهال، قلت لك. وأنا بعرف. يعني انسى، بظن أفضل شي تعتبر حالك غلطان. تصبح على خير. وانت بخير مادموزيل.
خير إن شاء الله. ألو؟ نعم خانم. شو في حسن أفندي؟ صار حادث يا نعم خانم. هلأ أخذوا سمر خانم على المشفى. شو؟ شو عم تحكي؟ شلون هيك؟ طيب طيب يلا. وين؟ خليك هونيك نحن جايين. عدنان. شو في؟ سمر عملت حادث وهي جاي لهون. سمر استنى استنى خود. صار مات الرجال؟ إذا بتريدي نامي هلأ. جاوبوني، الرجال اللي بالسيارة مات؟ جرحه خطير. متذكرة كيف صار الحادث؟ إذا بتريد اطلعوا لبرا، خلينا نفحصها. بدنا ناخد إفادتها. تاخدوها من بعد إذنك، خلينا نساعد بعضنا. كيف حاسي حالك هلأ؟ كتير عم بيوجعني هون. رح ناخد لك صورة شعاعية، إذا بتريدي جهزيها للمريضة. دكتور الرجال رح يطيب معي؟ رح يطيب، لا تشغلي بالك. سمر حبيبتي كيفك؟ انت منيحة؟ عدنان شكر لك يا ربي، حملنا ياكي، خوفتينا عليك كتير. انت منيحة حبيبتي. انت جوزة؟ ايه. ما في شي بيستدعي القلق، ورح نصورها مشان نطمن أكتر. شو وضع راسها؟ لكن لك فكر، رح نعمل اللازم. إذا بتريدوا ارتاحوا حتى نعمل لك كل الفحوصات. تعا حبيبي تعا. سحبنا السيارة هلأ، سيارتكم ما فيها شي بس التانية وضعها سيء. كيف صار الحادث؟ الخانم مو قدران تلف على الكوع وفقد السيطرة، شوفير السيارة التانية كسر الدركسيون مشان ما يصطدموا ببعض وضرب بالشجرة. طيب وضعه كيف؟ كتير صعب، عم نستنى. الله يحميهم. اي بس كتير بصير حوادث على هداك الطريق وبهالوقت بيكون عتم، أكيد السيارة زحطت. يا الله الخانة وكان الشربانة، نسبة الكحول طلعت مرتفعة عنده. صاير حادث؟ ايه. سمعت انه قريب من مزرعة زياكي. ايه في سيارتين عاملين حادث. كيف وضعهم؟ ما حدا توفى ما هيك؟ المرة منيحة بس الرجال مبين. انت قرايبهم؟ لا. إذا استمرت الخطورة على حياة هداك الرجال رح نضطر نحجز الخانم عنا. خلينا نطمن عليها بالأول. طيب